ضمن فعاليات مبادرة بداية دشن طالبات كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج مبادرة لإنتاج أغذية الأطفال عن طريق استخدام المواد الطبيعية للحفاظ على صحة الطفل وسلامة أسنانه ومده بالكميات المناسبة من الفيتامينات المختلفة والحد من استخدام السكر في إنتاج المأكولات التي يعشقها الطفل. لحضراتكم مجموعة مميزة من سفيرات الغذاء الصحي من إطار في إطار مبادرة بداية، المبادرة الرئاسية العظيمة اللي هتمنح لكل إنسان الفرصة أنه يبدأ من جديد. وعلشان نبدأ من جديد لازم تكون تغذيتنا أولا سليمة علشان يكون البنيان قوي ويقدر ان هو يقدم للمجتمع خدمات ويقدر ان هو ينمي ويواكب عجلة التطور في المجتمع. الفكرة لسفرات الغذاء الصحي ان احنا بنعتمد على كل ما هو طبيعي في الغذاء، فاحنا على سبيل المثال النهاردة بنقدم من خلال القافلة التوعوية اليوم مع الجامعة ازاي نقدم غذاء صحي لأطفالنا يحافظ على سلامة، ازاي ان انا اعمل زي اوقف هذا التسوس انه يمتد لكامل الفم، وان انا اعمل حماية سريعة، وازاي ان انا احافظ مستقبلا على سلامة الاسنان فيما بعد. الاغذية كلها متضمنة مواد طبيعية من النباتات والاعشاب والخضروات والفاكهة، واحب ان انا ادي لهم فرصة ان هو كل فرد منهم يتكلم عن المنتجات اللي هو عاملها. النهارده هنتكلم عن الأغذية المفيدة للمناعة وصحة الأسنان، فاحنا النهارده استخدمنا مكونات طبيعية علشان نعمل عندنا الكيك بالتمر والسمسم علشان يكون مفيد للأطفال ويبني صحة أسنانهم تكون قوية. استخدمنا السمسم لأنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكمان البلح استخدمناه اللي هو التمر الطبيعي علشان يديني التحلية المناسبة للكيك، وفي نفس الوقت يكون طعمه مستزاد الطعم والأطفال يحبوه ويكون صحي ليهم والأسنان. سفراء الأغذية طالبات كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج وخطوة جديدة لبناء صحة الإنسان، ولتكن بداية للحفاظ على صحة الطفل. محمد رفعت، غيبان.